في عودتها 11 إلى أسبوع الموضة في نيويورك، قامت كل من الشيخة نور بنت راشد آل خليفة والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة بتقديم مجموعة نون باي نور لربيع وصيف 2018. وقد امتلأت الصفوف الأمامية بعدد من المشاهير والتي ارتدت كل منهن إحدى تصاميم نون باي نور لما قبل ربيع 2018. ووصفت الشيخة نور هذه المجموعة قائلة إنه تمادم التصاميم الرجالية مع تفاصيل مفعمة بالأنوثة، وهي الفكرة التي تمثل صميم هذه المجموعة. وأشارت الشيخة هيا إلى أنه تم التعاون مع المصممة تايلر أليس لتصميم حقائب في غاية الفخامة لهذه المجموعة، وكان تعاونا موفقا جدا. وقد أشارت المصممتان أن البحرين كانت مصدر إلهامهما لهذه المجموعة التي اعتمدت على اللونين الأبيض والأحمر بشكل ملحوظ ضمن لوحة الألوان، بالإضافة إلى الزهر والأسود. وتحتوي المجموعة على قمشة من القطن الشفاف والحرير وطبعة الورود والتطريزات التي تضمنت كلمات عربية مثل حب والحكمة، والتي أضافت إلى المجموعة طابع عصري متميز.